أسعد الله مساءكم بكل خير. يحتفل العالم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر تاريخ 17 أكتوبر من كل عام، ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى ما قبل 30 عاما، أي إلى يوم 17 تشرين الأول أكتوبر عام 1987، حين اجتمع ما يزيد على 100,000 شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع في ساحة تروكادير في باريس، التي وقع بها إعلان حقوق الإنسان العالمي. وقد أعلنوا أن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا الحاجة إلى تضافر الجهود بغية كفالة احترام تلك الحقوق. وفي 22 كانون الثاني يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة 17 من تشرين الأول أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر، ودعت الدول إلى تخصيص هذا اليوم بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز والترويج لتلك الأنشطة، ودعا كذلك القرار المنظمات الحكومية والدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا بهذا اليوم. في تقرير لمنظمة غالوب العالمية عام 2014، يقول في التقرير أن أكثر من 5 سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وبالتحديد أن 22% من سكان العالم يعيشون على دولار وربع يوميا، في حين تشير بعض التقارير أن معدل نصيب الفرد من الإنتاج العالمي هو 51,000 دولار. يشير تقرير لبنك كريديت سويس عام 2014 عن توزيع الثروة العالمية أن أغنى 32 شخص، أي ما يعادل سبعة يعني أقل من 1% من سكان العالم، يستحوذون على 41% من ثروات العالم. كذلك كشفت البيانات عن مؤشر آخر على التفاوت في توزيع الثروة العالمية، بحيث أن 3.2 مليار شخص، وهم يمثلون أكثر من ثلثين البشرية حوالي 69% من سكان العالم، يملكون فقط 3% من ثروات العالم. في إحدى تقارير منظمة العمل الدولية يشير بوضوح أنه مع النمو المتزايد في زيادة الإنتاج العالمي، إلا أن الزيادة في الأجور تتناقص، وهناك فجوة كبيرة ما بين زيادة الإنتاج والزيادة في الأجور. في هذه الليلة نستضيف الأخ والصديق كريم رضي، وهو شخص غني عن التعريف. كما تعرفون هو شاعر وكاتب وناشط اجتماعي، إلا أننا سنستضيفه هذه الليلة بصفته كأحد قيادي اتحاد نقابات عمال البحرين، لكي يحدثنا من وجهة نظر هذه الشريحة المجتمعية التي بكدها وتعبها وشقائها تنتج كل هذه الثروات، فهل ينتابهم منها نصيب عادل سواء على المستوى المحلي أو في المنطقة والعالم. كذلك اسمحوا لي أن أعيد صياغة سؤال للندوة، هو هل القضاء على الفقر أو الحد من حلم أم ممكن؟ نتمنى أن نحصل من محاضرنا الليلة على إجابة على هذا السؤال، وهو هل ممكن القضاء على الفقر والحد منه، وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟ فليتفضل. شكرا للصديق العزيز سيد فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير، والشكر موصول لهذا التنظيم الوطني العريق على اهتمامه بالملفات الوطنية، وعلى الأخص الملفات الاقتصادية. ولو أن يعني أنا فقط راح أحاول في الورقة هذه أن يعني نكون أيضا إحنا جزء من الهم العالمي، لأن نحاول نكرس فكرة أن لما نتكلم عن الفقر، لما نتكلم عن قضايا الكونية، لا نكون يعني محصورين فقط في أن شنو يصير في البحرين. ومن الجيد أن السيد فلاح يعني قدم مقدمة تتكلم عن الموضوع بشكل عالمي أيضا، لأن إحنا جزء من هذا العالم، وبالتالي الفقر مثل ما يقول نص إعلان
فيلاديفيا أن الفقر في كل مكان، أو أن الفقر في أي مكان خطر على الازدهار والسلم في كل مكان. طبعاً المقدمة الأولى وتفضل السيد فلاح ذكرها، وأنا ما بحاول ما أعيدها بالتفاصيل المملة يعني. طبعاً اليوم العالمي للفقر كما ذكر السيد احتفي في الحقيقة قبل أن الأمم المتحدة تدشن هذه المناسبة في 87، كان وضعوا حجر أساس، والذي وضعه هو أحد الآباء المؤسسين لحركة العالم الرابع، في حركة اسمها العالم الرابع فورث ويلد، وهو جوزيف وسنسكي. هو طبعا فرنسي ولكنه من أصول مهاجرة، يعني يبدو أنها من الاسم يعني كأنها أصول أوروبية شرقية يعني. فهو أسس هذه الحركة، حركة العالم الرابع، وأطلق النداء في هذا اليوم بأن يكون هناك عمل عالمي من أجل مساندة ضحايا الفقر والعنف والخوف وانتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك. هذا العام بالفعل هو يمثل ذكرى يعني 30، لأننا نتكلم من 87 إلى 2017 إلى انطلاق هذا اليوم، ويمثل الذكرى 26 إلى اعتماد الأمم المتحدة إلى هذا اليوم في عام 92، والذي اعتمدت الأمم المتحدة بعد 4 سنوات من وفاة جوزيف وسنسكي الذي توفي بعد عام واحد فقط من تدشين اليوم هذا في ساحة باريس، لأنه يعني تم تدشينه في 87 وهو توفي في عام 88. طبعا له عبارة مشهورة نقشت على الحجر التذكاري، وهي يقول في أي مكان يكون فيه الرجال والنساء في وضع الفقر المدقع فثمة انتهاك لحقوق الإنسان، نجتمع لنؤكد أن احترام هذه الحقوق هو عملنا الأساسي. عبارة صغيرة ولكنها معبرة. أنا راح أقفز على الفترة الطويلة هذه كلها، أنتقل إلى عام 2000. في عام 2000 الأمم المتحدة اعتمدت مجموعة من الأهداف، وهم 8 أهداف، وهذه الأهداف عرفت بأهداف الألفية Millennium Development Goals، ويشار لها اختصار من MDG. على رأس هذه الأهداف طبعا هي في سبتمبر عام 2000، في 192 دولة وقعت على هذا الإعلان. على رأس هذه الأهداف كان موضوع القضاء على الفقر المدقع والجوع. وطبعا دائما يرتبط الأمر بالكلام عن الفقر المدقع، يعني والذي يعني يشار إلى الذين يدخلون دولار ونصف اليوم، يعني يعتبر فقر المدقع أقل من دولار ونصف اليوم تقريبا، يعتبر فقر المدقع حسب تعريف الأمم المتحدة. الهدف الثاني هو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، ولو نلاحظ راح نشوف أن الأهداف هذه كلها تؤدي إلى القضاء على الفقر، يعني تحقيق يعني يا أما هي ناتجة عن الفقر يا أما تكون هي مسببة للفقر. تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وطبعا من خلالها طلعت اتفاقية السيداو اللي تم توقيعها في بيجين الصين، تخفيض وفيات الأطفال، تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، والمقصود بهني يعني تعرض النساء في الدول الفقيرة في حالة الإنجاب إلى الوفاة في حالات كثيرة، وأيضا المقصود بأيضا ضبط عملية الإنجاب بحيث لا تزيد عن عدد معين يعني خاصة للأسر الفقيرة، من خلال مثلا توزيع أدوات منع الحمل أو تثقيف النساء على يعني على أن يكون الحمل والإنجاب مبرمج وليس عشوائي، مكافحة التعميم، إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، مكافحة الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى. طبعا بالذات الإيدز والملاريا، وخاصة الإيدز تشكل في الدول الفقيرة من أهم الأمراض التي يجب التغلب عليها. كفالة الاستدامة البيئية، وهذا يعني الحفاظ على معدلات تغير مناخي في حدود المعقول بحيث ما تؤدي التغيرات المناخية الكبيرة إلى نزوح الأعداد الكبيرة من الناس وبالتالي مضاعفة الفقر، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، لأن العالم يكتشف من خلال التجربة أنه لا يمكن أن يكون هناك
قضاء على الفقر ما لم يكن هذا تشترك في جميع دول العالم. هذه أهداف التنمية المستدامة، وهذه اعتمدت في 2015. طبعا هذه 17 هدف، راح نشوف هنا يعني من 8 أهداف ارتفعنا إلى 17 هدف. ليش؟ لأن الأهداف اللي وضعت في عام 2000 MDG Millennium Development Goal يحل أجل تنفيذها في 2015 وخلاص، يعني هنا يصدر تقرير عن تنفيذها وبعدين العالم يفكر في. طبعا الآن الأهداف الموضوعة هذه إلى تغير الاسم هنا من ميلينيوم الأهداف الألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، وتحول من MDG إلى SDG Sustainable Development Goal. طبعا قبل لا يعتمد العالم هذا الأهداف الجديدة 17 هدف، تم وضع تقرير عن المرحلة اللي راحت من 2000 إلى، فأنا أول بروح للتقرير بعدين بنرجع للأهداف. هذا نشوف هنا تقرير أهداف الألفية، شوفوا عدد الجهات اللي شاركت في وضع هذا التقرير، يعني احنا نتكلم عن عدد كبير جدا، يعني يمكن أنا ما حسبتهم يمكن يزيدون عن 20 جهة أو أكثر اللي قامت بوضع التقرير لإنجاز أهداف الألفية التي تم وضعها في عام 2000. طبعا هذا التقرير صدر في عام 2015 لاتحاد البرلمان الدولي، لاتحاد دول الاتصالات، اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ اللي موقع في باريس، أمانة جماعة المحيط الهادي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجان الاقتصادية كلها في لجنة الأفريقية، في لجنة لمنطقتنا اللي هي غرب آسيا الأسكوا اللي احنا نتبع عليها، في لجنة الاقتصادية لأوروبا، لجنة الآسيا والمحيط الهادي، مركز التجارة الدولية، منظمة الأمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات، منظمة التجارة، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين إلى آخر هذه المنظمات، كلها اشتركت بخبرائها ومفكرينها في وضع تقرير إنجاز أهداف الألفية. ملخص تقرير الأهداف الألفية يعني ما ينكر وجود تقدم، لأن الأمور توضع وفق رؤية وفي ناس تشتغل على الموضوع، فهو ما ينكر وجود تقدم. هذا التقرير اللي طبعا كان على أيام بان كيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة قبل لا يجي الأمين العام الحالي، فمن راح أخذنا بعض العبارات في التقرير، يقول لقد ساعدت الأهداف الإنمائية للألفية على إخراج أكثر من بليون من البشر، يعني بليون يعني 1000 مليون أو مثل ما احنا نقول مليار، يعني على إخراج أكثر من بليون من البشر من دائرة الفقر المدقع وتحقيق تقدم على طريق مكافحة الجوع وتمكين البنات من دخول المدارس بأعداد أكبر من أي وقت مضى وحماية الكوكب. كما أقامت شراكات جديدة وحشدت الرأي العام وأظهرت القيمة الهائلة للطموح وأعطت الأهداف الإنمائية الألفية الأولوية للناس واحتياجاتهم، غير أني وعلى الرغم من هذه الإنجازات أدرك بقوة أن أوجه عدم المساواة لا تزال مستمرة، وأن التقدم المعزز كان متبايناً، ففقراء العالم لا يزالون في غالبيتهم الساحقة يعيشون بشكل مركز في نفس المناطق التي كانوا يعيشون فيها، يعني معناته ما زال تقسيم العمل في العالم هو كما هو، وبالتالي ينتج عنه تقسيم الاقتصاد. ما زالت هناك دول تنتج الصناعات المتقدمة ودول تستهلكها أو تنتج الصناعات المتخلفة. في عام 2011 كان 60% تقريباً من الذين يعانون من الفقر المدقع والبالغ عددهم بليون شخص يعيشون في 5 بلدان، ولا يزال عدد كبير من النساء يفقدن حياتهن أثناء الحمل ومن تعقيدات متصلة بالولادة. طبعاً يضاف لهذا الأمر كله أن احنا من بعد 2011 وبعد ما يسمى بين هلالين بالربيع العربي نشأت مشكلة جديدة طبعا ما كانت في الحسبان، يعني تدفق اللاجئين خاصة اللاجئين من سوريا مثلا كأحد الأمثلة، ملايين الناس يعني والذات اللاجئين من سوريا اللي هم الآن خلقوا نوع من المنحنى في تفكير العالم في موضوع اللجوء وموضوع الهجرة وموضوع الاقتصاد، وبالإضافة للاجئين الآخرين. ولكن في نوعين من اللاجئين، يعني في لاجئين
مو بسبب النزاعات، لاجئين بسبب الفقر، مثلا اللي يهربون من أفغانستان، اللي يهربون في قوارب الموت من مصر ومن دول أخرى عبر ليبيا وغيرها، وهذين كانوا من قبل. أضيف لهم بعدين بعد 2011 اللاجئين اللي من سوريا الذين يهاجرون بسبب النزاعات، وهذا خلق إذن ضغوطات جديدة على أهداف الألفية، وبالتالي حقق نوع من التراجع. ففي عاملين رئيسيين أدوا إلى التراجع في تحقيق أهداف الألفية، أو خلنا نقول إلى التأثير عليها. العامل الأول هو التغيرات المناخية، والعامل الآخر هو النزاعات السياسية، وخاصة النزاع في سوريا. لو إحنا بنأخذ بس الهدف الأول، لأن ثمانية أهداف للألفية لو أخذناهم طبعا راح نستغرق وقت طويل، لكن ماذا حدث للهدف الأول؟ أثمرت الجهود غير المسبوقة، حققت نتائج عميقة. الهدف الأول القضاء على الفقر المدقع والجوع، شهدت معدلات الفقر المدقع انخفاض كبير خلال العقدين الماضيين. نصف سكان العالم النامي يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد، غير هذه النسبة أن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 14% في عام 2015. على المستوى العالمي تراجع عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع بأكثر من النصف، فانخفض هذا العدد من 1.9 مليون شخص إلى 836 مليون شخص. هذا الجانب الأكبر تحقق منذ عام 2000. خلال الفترة من عام 91 إلى 2015 ارتفع 3 أضعاف عدد الناس في الطبقة الوسطى، أي الذين يعيشون على أكثر من 4 دولارات في اليوم. طبعاً راح نشوف في الرسم البياني انخفاض عدد الناس الذين يعيشون بالفقر المدقع، والفقر المدقع كما قلت هو الذي يعرف ب أقل من دولار وربع في اليوم أو دولار نصف اليوم. لكن هناك نصف فارغ من هذا الكوب. النصف الفارغ من الكوب هو أن لا تزال النساء يعانين التمييز في الوصول إلى سوق العمل على المستوى العالمي أيضاً، وحتى ممكن نشوف إحنا على المستوى المحلي. لا تزال الفجوة، دائماً الرجال هم أعلى يعني في الأجور، في مجموع ما يحصلون عليه من الأجور. لا تزال الفجوة واسعة بين المناطق الريفية والحضرية وبين الأسر الغنية والفقيرة. تغير البيئة والمناخ يقوض الإنجازات، والفقراء هم الأكثر معاناة. النزاعات والحروب أجبرت نحو 60 مليون على النزوح منذ نهاية 2014، ولا يزال 800 مليون يعيشون الفقر المدقع، وهناك 160 مليون طفل طولهم أقل من المفترض قياساً لأعمارهم. طبعاً طول الطفل حد معدلات قياس يعني التنمية وقياس التقدم الصحي والاجتماعي هو طول الأطفال. لا يزال 57 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية، وهناك 16 ألف طفل يموتون يومياً في العالم. أيضاً لا يزال نصف عمال العالم يعملون في ظروف تقل عن مستوى العمل اللائق. طبعاً هذا أدى إلى أن احنا نروح إلى الرؤية الجديدة، إلى الاسديج اللي اسمها أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة هي أخذت أهداف الألفية الثمانية، ولكن راحت أكثر في التفاصيل، لأن من ضمن الأشياء اللي لوحظت في موضوع أهداف الألفية أن أنت يعني لما يكون في دول ملتزمة، هي الدول المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوروبية بشكل رئيسي، ملتزمة بتقديم تمويل التطور الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية، أهداف الألفية للتنمية. طيب هذه الأموال لما تروح إلى دول هي أساساً ما زالت دول تعاني من مشاكل، يعني دول ما فيها ديمقراطية، دول ما فيها شفافية، دول الفساد فيها يضرب أطناب، وبالتالي هذه الأموال لما تروح في البداية يعني قد تنفذ بعض البرامج، ولكن بعدين تصبح الأموال هذه كلها في يد قلة قليلة، سواء من العسكر أو سواء من يعني السياسيين الفاسدين يعني. ولذلك جت أهداف الألفية، أهداف عفوا التنمية المستدامة الاسديجي، واللي حاطين لها الآن أجل إلى 2030 لكي تعالج بعض هذه الأمور. مجددا الأهداف تتكلم أيضا لا للفقر، لا للجوع، صحة جيدة، تعليم ذو جودة، المساواة بين الجنسين، مياه نظيفة وصحية، طاقة متجددة وبأسعار معقولة، وظائف جيدة، واقتصاد لائق وعمل لائق، بنية تحتية مبتكرة، تقليل عدم المساواة طبعا سواء بين الجنسين أو سواء بين الأفراد الآخرين،
المدن والمجتمعات المستدامة، الاستخدام المسؤول للموارد، ومعناته الاستهلاك اللي ما يؤدي إلى استنفاد البيئة، وأن ما يؤدي إلى أن البيئة تعيد إنتاج نفسها، التحركات بسبب المناخ والمحيطات المستدامة والاستخدام المستدام للأرض، السلام والعدالة والشراكة من أجل التنمية المستدامة. طبعا الشراكة هني كلام نوع من الشراكة، الشراكة بين مختلف دول العالم، الفقيرة والغنية، المرسلة للعمال والمستقبلة، وأيضا الشراكة داخل كل دولة على حدة بين جميع أطرافها المجتمعية. الآن بنتقل أنا إلى الجزء الآخر من المحاضرة والأخير، وهو ما يتعلق بالبحرين. في عام 2008 أطلق جلالة الملك رؤية 2030، رؤية الاقتصادية 2030. طبعا هي كانت رؤية طموحة، إذا تتذكرون الناس اللي عاصرت الفترة قبل إطلاق هذه الرؤية، عقد سمو ولي العهد دعا الفعاليات المجتمعية في ذلك الفترة، نواب، جمعيات سياسية، جمعيات مجتمع مدني، وتم وضع تصور يعني للرؤية الاقتصادية، وأيضا تم وضع تصور لموضوع إصلاح سوق العمل، إصلاح التعليم، إصلاح، يعني تم وضع عدة مشاريع على ضوءها صدرت هذه الرؤية في 2008. فهي رؤية وضعت عبر شراكة كبيرة قل نظيرها في تاريخ البحرين، يعني ما عرفت البحرين هذا النوع من الشراكة. نتمنى أن تتجدد، لأن إحنا مقبلين في عام 2018 على مرور عقد على هذه التنمية، وبالتالي يجب أن يوضع هذا التقرير الآن، تقرير خلنا نقول مرور عقد، مرور 10 سنوات على رؤية 2030، أطلق رؤية 2030 في 2008. ويعني أنا في ظل الظروف الحالية أتمنى ما أكون متشائم يعني، بس ما أتصور راح تعاد تجربة وضع الرؤية، يعني الرؤية اللي وضعت بهذا العدد الكبير من الشراكات، ما أعتقد أنها راح توضع تقرير هذه الرؤية الآن في 2018، بل يمكن حتى ما في نية لوضع تقرير من هالنوع، يمكن ما أدري يعني. فلذلك يعني ربما تكون هذه دعوة، يعني دعوة متواضعة، لأن يكون هناك في تضامن مجتمعي من أجل في 2018 أو حتى قبلها، لأن في أكتوبر 2018 تكمل 10 سنوات، أن تتنادى جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها وأساساً الجمعيات السياسية، لأن إحنا في النهاية نتكلم عن السياسة، لأن الاقتصاد دائماً سياسي، ومعها يعني الأطراف الأخرى، مجتمع مدني، نقابات، من أجل تقييم شنو صار لرؤية 2000 والرؤية الاقتصادية 2030. الهدف الرئيسي للرؤية الاقتصادية 2030 حسب نص الرؤية، الآن نتكلم بعبارات من الرؤية نفسها، زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول 2030. الرؤية تقول أن عدد الوظائف يقدر التي كان يوفرها القطاع الخاص سنويا في ذيك الفترة، فترة صدور الرؤية، برواتب 500 دينار وأكثر، نحو 1100 وظيفة للبحرينيين فقط، وحوالي 2700 لغير البحرينيين، يعني تقريبا الضعف، أكثر من الضعف. برغم هذا العدد، في هذه الفرص المتوسطة أو مرتفعة الأجور، لا يزال البحريني ليس هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص، وبالتالي نشأت من هنا فكرة أنه يكون يعني إصلاح سوق العمل ما هو إلا أحد الفروع هذه الرؤية الاقتصادية، يعني أن يكون البحريني هو الخيار المفضل لدى القطاع الخاص، من خلال مثل ما تعرفون عمودين رئيسيين، هي حرية تنقل العمالة، وأيضا وضع رسوم يدفعها صاحب العمل إلى على العامل الأجنبي. يجب تغيير النمط الاقتصادي بالتحول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص، وتتواجد فيه المؤسسات والمشاريع التي تعتمد على معدلات عالية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، مما يوفر فرص عمل برواتب مجزية للمواطنين. نجي لموضوع العدالة في الرؤية الاقتصادية 2030، لتحفيز وتعزيز العدالة يلتزم القطاعان الخاص والعام بالشفافية وتوفير أجواء التنافس الحر والعادل في كافة المعاملات، سواء كان ذلك مرتبطا بالتوظيف أو بمزاد عام لبيع أرض. يعني إحنا لما نتكلم عن الحين في كلام واجد عن التمييز في التوظيف وغير ذلك، يعني إحنا ترى ما نحتاج حتى نروح للاتفاقيات الدولية، ولا إحنا عندنا نصوص في يعني نصوص في أدبيات
أدبياتنا، أدبيات البحرين، على رأس الاتفاق اقتصاء هذه الرؤية 2030 تتكلم عن عدم التمييز وتوفير الفرص العادلة وكل شيء يعني. ودائما الأشياء اللي تصدر داخليا أكثر إلزام وأكثر قوة من أي يعني يفترض أن تكون كذلك من أي أدبيات خارجية. يكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرين الأجانب، وهذا يعني استئصال فساد والسعي للتطبيق العادل للقوانين. العدالة تعني معاملة الجميع بالتساوي وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكل هذه نصوص بالحرف من الرؤية الاقتصادية لعام 2030. شنو صار الحين من ذيك الفترة للفترة هذه؟ طبعا أنا راح أتكلم عن جزء محدد وليس عن كل شيء. في عام 2016 كشف باحث مهم هو أكبر جعفري أن أكثر من 51% من البحرينيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر المحلي، لأن رواتبهم تقع بين 200 إلى 400 دينار. أنا طبعا الآن ما بتكلم بعد عن الأجانب، ولو أنه يعني يمكن من أحد سلبيات التجمعات المدنية أو المجتمع المدني في الخليج أنهم دائما لما يتكلمون عن خط الفقر أو لما يتكلمون عن المستوى الاقتصادي دائما هم يتكلمون عن المواطنين، وهذا مو يعني مو تقييم صحيح. لأن أنت إذا تتكلم عن دولة الإمارات أو قطر اللي تعتبرون اليوم من أعلى الدول في دخلا في العالم، إذا رحت أنت إلى ما يسمى بالجي دي بي اللي هو جي دي بي بير كابيتا يسمونه اللي هو دخل الفرد، أنت تتكلم عن المواطنين هنا. بس أنت لو شلت عيونك شوي عن المواطنين الذين يمثلون 10% من مجموع السكان ورحت إلى الأجانب، راح تشوف يعني معدلات دخل كلش متدنية. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني أنا حين ما تكلمت عن الأجانب، لكن أعتقد أنه يجب أن تكون الرؤية أيضا إذا إحنا بنتكلم عن مستوى الدخل نتكلم عن الدخل بشكل عام عشان نوصل لرؤية حقيقية. نتكلم عن دخل على السكان يعني. قدر أكبر جعفري أن كل فرد يجب أن يحصل على 188 دينار لتسيير أمور الحياتية. يعني إذا كنا نتكلم عن أسرة من 4 أشخاص، فحسب رؤية باحث مهم هو أكبر جعفري يجب أن لا تقل دخل رب الأسرة عن 800 دينار ليوفر لأسرته اللوازم الأساسية للمعيشة. حسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة اللي صدر فيها رأي دكتور أكبر جعفري، 95% من الوظائف التي رواتبها 1500 دينار تذهب إلى غير البحرينيين. توزيع الرواتب بين العمال بحسب الجنسية، هذا تقرير البنك المركزي، هي نشر فقط من أيام قليلة في أخبار الخليج. عدد مجموع العمال الذين يتلقون رواتب شهرية دون 200 إلى 400 دينار هو 1000 عامل. عدد البحرينيين الذين يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار 400,000 عامل، عفواً 400,000 عامل. عدد دون 200 دينار 400,000 عامل. عدد البحرينيين الذين يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار 3,400 عامل. عدد البحرينيين الذين يحصلون على رواتب تقل عن 100 دينار 420 عامل. نصف من يتلقون رواتب تتراوح بين 1,000 إلى 1,500 هم بحرينيون. تمثل الإناث نسبة 74% من إجمالي البحرينيين الذين يتلقون رواتب تقل عن 200 دينار. يبلغ عدد مجموع العاملين في القطاع الخاص 700,000، طبعا موزعين على 90,000 منشأة. طبعا لو نلاحظ بالذات في رقم 3 المتعلق بالمرأة، هذا سبب أيضا هو تقسيم العمل. يعني إحنا في يعني أنا على الأقل أقدر أقول شيء عميان، يعني أن جزء كبير من هذين 80% على الأقل هم الذين يعملون في رياض الأطفال، لأن تقسيم العمل هنا في البحرين خلى أن رياض الأطفال يعني وظيفة أنثوية، ورياض الأطفال الرواتب فيها فيما عدا لما نختار إحنا رياض الأطفال فقط الهاي مثل أجيال مونتيسوري وغيرها، من ننزل فقط للرياض الأطفال الأقل ما أعتقد حتى في روضة ترفع 100 دينار. يعني مع أن
يعني يمكن احنا لو نجي نقيم راح نشوف ان ممكن المدرسه في رياض الاطفال في حقيقه الامر تشتغل اكثر بكثير من المدرسه اللي تشتغل في التعليم العام التعليم المدرسي. وهذا طبعا وتقسيم العمل في امور كثيره، يعني مثلا الان انت قد تشوف مهندس في بابكو ياخذ مثلا 1500 دينار ومهندس في حج حسن العالي ياخذ 400 دينار. الاثنين نفس التخرج، نفس الخبره، نفس الوظيفه، كل شيء بالحرف. السبب فقط الوحيد ان هذا يشتغل في قلبه وهذا يشتغل في حج حسن العالي، ما في سبب اخر. وهذا يكشف لنا عدم العداله في سوق العمل. وصار يعني صار المحدد اليوم انت الى اجرك هو ليس ماذا تعمل وانما اين تعمل، هذا هو اللي قاعد يحدد الاجر. اخيرا يعني جواب على سؤال الصديق سيد فلاح، هل يمكن القضاء على الفقر؟ يعني طبعا احنا اذا صدقنا تخيلنا بيجي عالم كامل نسبه الفقر فيه زيرو، كنا احنا قاعدين نحلم احلام يعني غير واقعيه. لكن هل احنا قمنا بما يكفي من القيام به من العمل من اجل القضاء على الفقر؟ هذا يجب نسال انفسنا. احنا ممكن ناخذ النموذج العالمي ونطبقه محليا، احنا ما نحتاج واجد نخترع، يعني مثل ما يقولون الاجانب لن تخترع العجله مجددا، العجله اخترعت مره واحده في التاريخ خلاص، ما بيجي واحد يخترع العجله مره ثانيه. ف اللي قاعد يصير عالميا احنا ممكن ناخذ هذه النموذج في عالميا ونطبقه. يعني عالميا من اجل الان تطبيق اهداف الالفيه الجديده هذه الاس دي جي، اولويه البيانات وخاصه الوصول لمن لم يمكن الوصول لهم في البيانات في البيئات غير الحضريه خاصه في الدول الفقيره. محليا اولويه البيانات ايضا مجددا وخاصة الوصول لمن لم يمكن الوصول لهم من غير المسجلين في بيانات وزارة العمل والتنمية. يعني احنا بياناتنا الحين على فكرة في موضوع العاطلين مبنية فقط على اللي يروحون يسجلون في نظام التأمين ضد التعطل، لكن غير دلين ما حد قادر يوصل ويسجل بيانات. الشراكة العالمية بين جميع المؤسسات الأممية والقومية والإقليمية حكومية ومجتمعية، وشفتون لما استعرضنا تقرير الألفية في 2015 شفتون عدد المؤسسات، وبالتالي ايضا محليا لازم يكون في شراكه بين الدوله ومؤسسات المجتمع المدني وعلى راسها اولا الجمعيات السياسيه ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها. الالتزام عالميا الالتزام السياسي للدول المانحه بالتمويل والدول الممنوحه بالشفافيه لكي لا تذهب هذه الاموال وتدفع لدول يعني تستهلك هذه الاموال وهذه الدعم في الأسلحة وفي النزاعات الداخلية وفي أجهزة حماية الأنظمة. وأيضا على المستوى المحلي التزام السياسي القوي للدولة بالديمقراطية والشفافية وبتخصيص الموارد وللجهات المشاركة، أيضا التزام بالديمقراطية والشفافية وضبط استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية. أربعة الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة والنظيفة والوظائف الخضراء التي تعمل على تنمية المجتمعات. أيضا محليا يجب ان الاعتماد على التكنولوجيا المقدمه. في مثال على فكره هنا بقوله واجد نلاحظه، يعني احد الامثله في كل شارع تمر فيه انت خاصه في الاحياء تشوف للحين الطابوق يرفع بان عمال اثنين يحطون الحبال على البكره ويسحبونه يركض 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 لاخر الشارع عشان يرتفع. للحين هذا الشيء موجود، وهذا نموذج فقط يراويك ايش قد احنا يعني لما نتكلم عن ان نبغي اعمال تعتمد على تكنولوجيا عاليه وعماله قليله وماهره، يعني وين قد الفرق. اخيرا تنميه الموارد البشريه والتاهيل والتدريب، وهذا دوليا طبعا وايضا محليا، تطوير الموارد البشريه بالتطوير والتاهيل والتدريب والتاكد من عدم ترك احد في الخلف. انا هنا في هذه النقطه حتى ما اكون سوداوي، انا اعتقد ان في تجربة مهمة في البحرين ممكن أن نبني عليها، ونعتقد أنها من أفضل المؤسسات اللي يمكن أن يشار إليها بالبنان على ما فيها من أخطاء وعلى ما فيها من سلبيات، وهي مؤسسة تمكين. يعني اليوم في سوق العمل في عدد هائل من الشباب اللي تدربوا في تمكين واستطاعوا أن يتجاوزون خط الفقر أو يتجاوزون
يعني البطالة أو يترقون سواء في وظائفهم اللي هم فيها أو في وظائف حصلوا عليها. أنا أعتقد التمكين يمثل تجربة جدا مهمة وجديرة بالدراسة، جديرة بأن واحد يوقف أمامها ويقرأها. وأخيرا قبل أن أنتهي أؤكد على أن يعني مطلوب منا احنا كنشطاء مجتمع مدني أفراد ومنظمات أن نجلس مع بعض ونحط تصور لوضع تقرير لتنفيذ أهداف الألفية، عفوا أهداف رؤية الاقتصادية 2030 التي وضعت في 2008 والتي تكمل عقدا من الانطلاق في عام 2018. وشكرا لإصغائكم. شكرا للصديق كريم رضي على هذه الورقة اللي تناول فيها طبعا رؤية أو معتمدا في رؤية على تقارير دولية حول وكذلك حول الوضع في البحرين. أعتقد سنستمع إلى مداخلاتكم وأسئلتكم، فمن يحب أن يسأل أو يتداخل يتفضل. تفضل أبو حسين. المايك وين المايك؟ المايك شباب بس. أبو حسين مكي 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 في الأخير. شكرا. السلام عليكم. شكرا إلى مدير الجلسة، شكرا إلى القائمين على هذه الندوة، كما نشكر الأخ كريم على هذه الورقة الجيدة. أنا حقيقة حبيت بس أنطلق من السؤالين الأخيرين اللي تفضل بهم أبو قاسم، وهو هل يمكن القضاء على الفقر؟ السؤال الثاني هل قمنا بما يجب للقضاء على الفقر؟ أنا أعتقد الآن من 87 إلى الآن 30 سنة، نتكلم عن 30 سنة، يعني هو تطرق أن هي مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية النقابات، مسؤولية كل يعني مؤسسات المجتمع المدني من NGOs NFPs إلى آخره. أنا أعتقد يعني على اعتبار أن أبو قاسم هو الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية وربما تطرق أيضا إلى أن الـ Sustainability Development Programs أو Goals، طبعا بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية أنا أعتقد أن في هناك 17 هدف مثل ما تفضل إلى التنمية المستدامة، وطبعا يأتي في القائمة الأولى هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله. طبعا صحيح احنا ما نريد نخلق العجلة، فعلا لا ما نريد نخلق العجلة، انا في ناس هناك تقدموا او في ناس تطرقوا او قاموا بشيء. في هناك شخص او خبير اقتصادي امريكي ويمكن يعرفه الاستاذ كريم ايضا، هو جيفري ديفيد ساكس، وهو المستشار الاقتصادي لبان كيمون ايام في الامم المتحدة ايضا، كان يقول بان القضاء على الفقر يحتاج إلى 20 سنة، وحط فيجر كان يتكلم عن 100، يعني أتذكر 175 بليون دولار في السنة يحتاج كتمويل. وكان يقول على اعتبار أنه أمريكي أيضا، كان يقول جاب فيجر أنه إحنا هنا إحنا في أمريكا نصرف 550 بليون on military على التسلح سنويا، لذلك احنا ما اعتقد بيكون هناك في مشكلة بالنسبة لهذه لو احنا حاولنا نخلق نوع من التوازن في هذا الجانب. كان يتكلم يقول ان احنا كنا نحتاج الى 5 دولار على اساس في عندنا 150 طفل مصابين بالملاريا ويحتاجون الى اسرة تقيهم من لسعات البعوض الى اخره، وهي كلها يعني ضربها 5 في 150 مليون طفل
يعني في قبال الميزانية اللي إلى العسكر لا تعني شيء. أيضا أتذكر في هناك في بريطانيا إذا سامعين في اللي هو شركة أوكسفام، وهاي الأوكسفام مؤسسة خيرية مؤخرا يعني كنت أنا مطلع عليها، في هناك مارك جولدنينج هاي معينينا مؤخرا كسي اي او تتكلم عن يعني لما نقول احنا مثلا أوكسفام مؤسسة خيرية يعني معناته نقارنها احنا بصناديقنا الخيرية او جمعياتنا الخيرية الموجودة هنا، البجت ماله فقط اللي يشتغل من خلاله 500 مليون جنيه استرليني، عندهم موظفين 2500 موظف، عندهم 31,000 إذا لازلت تذكر نعم 31,000 volunteers متبرعين داعمين إلى هذه المؤسسة، وهي المؤسسة لا تقتصر فقط في عملها على بريطانيا فحسب وإنما في أفريقيا. يعني اليوم اليوتيوب روح شوف اليوتيوب، أيضا كانت في إبان الآن الحرب من 2011 على سوريا، أيضا كان لهم تواجد وكان لهم كثير من الأشياء في قبال مثل ما تفضل الأستاذ كريم، يعني في هناك هجرة إلى آخره. لذلك أنا أعتقد إحنا ماذا عملنا؟ يعني إذا إحنا نتكلم نقول هل مثلا يمكن القضاء على الفقر؟ الآن إحنا في عندنا شخص اقتصادي أممي أيضا كان يتكلم عن 20 سنة، إحنا مشكلتنا نفتقر إلى وجود هدف، ما عندنا هدف أنا مخلينا أمامنا بحيث أن إحنا وفق هذا الهدف نعمل استراتيجيتنا نعمل خططنا إلى آخره بحيث أن إحنا نوصل إلى مبتغانا، نوصل إلى إحنا ما نقول نبغى نقضي عليه تماما بحيث يكون عندنا زيرو، هذا استحالة. أبو حسين حاول تختصر بس. شكرا جزيلا. سيد جعفر شكرا للأستاذ كريم على المحاضرة القيمة. أنا ترى ولي يعني بعض الحكومات تتعمد في إفقار شعوبها، يعني لما نأخذ البحرين يعني الحين البطالة المطلقة موجودة، البطالة الضمنية موجودة، يعني جميع أنواع البطالة موجودة عندنا. يعني أنا قبل ليلة رحت السلمانية، الممرضات والممرضين اللي وجدتهم كلهم من الجالية الهندية. هل شعبنا ما عنده أحد؟ يعني ما في أحد، يعني قاعدين في بيوتهم. هذا تعمد في إفقار الشعب، يعني تعمد كبير في إفقار الناس. ليش؟ وبلدان أخرى تقام فيها الحروب بدل ما تقام فيها التنمية يقيمون الحروب فيها، شلون الفقر ما بيجي؟ محاربة الفقر هو يعني إقامة الديمقراطية في هاي البلدان، إن الإنسان له حق إنه يبدي رأيه مو يقمع رأيه. لهذا الفقر يعم، يعني واحد عنده يعني بطالة ضمنية 6 شهور يشتغل في عمل و6 شهور قاعد في بيتهم، يعني هاي بطالة ضمنية، أو في بطالة مطلقة بالمرة بعد ما عنده عمل يعمل. يعني زين وين السياسيين والمسؤولين اللي لازم يكونوا يسوون شيء؟ هاي المشكلة كبيرة. يعني أنا بديل ما أجيب شخص من خارج البلد، وحتى التمكين اللي قلت الأخ كريم قال عنها، تمكين البنغالية وذلين اللي عطوهم جوازات ظلوا يروحون تمكين ياخذون شو اسمه ياخذ الفلوس، وعقب ما ياخذ الفلوس بيسوي لهم مشروع ويعطون بلاش، يعني يعطون الفلوس عقب يطير بلده وروح لك يبني له شو اسمه. هاي اللي صاير في البلد. يعني زين وين الناس؟ متى المسؤولين يوعون حق الشيء هذا؟ في ناس رواتب تقاعدية وهم قاعدين في بلدانهم. سيد وصلت الفكرة اعتقد، يعني شوية تعلمكم. يلا شكرا. يلا تفضل اخو سعد. بس سعد شكرا لك كريم. سأل سؤال، يعني هل
في إمكانية القضاء على الفقر؟ أنا من وجهة نظري صح، ممكن القضاء عليه نهائيا، يعني وناخذ نموذج اللي هو يعني عمر بن عبد العزيز، هذا مو بس قضاء على الفقر، هذه يعني فلوس عنده ما حد يبيها، يعني زادت الفلوس ما حد ياخذ زكاة، الناس يعني خلاص اقتنعت واستغنت ومو بقصرها شيء. فيعني هذا نموذج المفروض احنا ندرس هذه الامور دي، شلون قدر يسوي هذه. شكرا. شكرا جزيلا. انا اتساءل يعني او سؤال، هل الامم المتحده ومؤسساتها فعلا هي جاده في تحقيق الاهداف، اهداف الالفيه او التنميه المستدامه؟ يعني من ضمن المنظمات اللي شاركت في وضع الاهداف الالفيه هي، او مثل ما استعرضت استاذ كريم، صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هو يعني لا يهدور في افقار الشعوب، يعني الشروط اللي يضعها للدول من اجل الاقراض، اولا تبدا برفع الدعم، ورفع الدعم هو من اهم الخطوات اللي تؤدي الى افقار الشعوب ونزوح يعني مجموعات كبيره باتجاه الفقر. ايضا من الدول المؤثرة في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن هي أيضا يعني اقتصادياتها قائمة بشكل كبير على عسكرة، أو اقتصادياتها معسكرة إلى درجة كبيرة، يعني بيع السلاح. ومن أكثر يعني مثل ما استعرضتون أيضا يعني الحروب هي لها دور كبير في إفقار الشعوب، أما من خلال التهجير أو من خلال تدمير البنى التحتية وكذا وكذا. فهذه الدول هي تمارس نوع من الازدواجية فيما تطرحه. فما هو رأيكم في هذه النقطة؟ شكرا. أحد آخر عنده مداخلة أو تفضل دكتور. هني يعني بالنسبة للموضوع هذا، هو من أكثر الموضوعات اللي حظى باهتمام المؤتمرات الدولية. يعني لو احنا منروح نستثني كل المؤتمرات، من مؤتمر ستوكهولم عام 72 إلى ريو 92 إلى جوهانسبرغ 2002 إلى ريو 2012، بالإضافة وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة اللي جاءت بعد جولة واسعة من الحوارات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وطرح الأسئلة وأخذ الآراء يعني والمقترحات التي يمكن أن تغير واقع الفقر في العالم. الحقيقة من خلال المناقشات اللي جمعتنا مع عدد من نشطاء المجتمع المدني، يرون أن في ظل الواقع الحالي السائد في العالم ليس هناك أفق في إنجاز أهداف التنمية المستدامة في عام 2030. يعني الناس قاعدين يعيشون حالة كآبة من الأوضاع السياسية التي تعتر العالم. طبعا لا يمكن الحديث عن تغيير، لأن ما أصبحت الآن العالم ينظر إلى مسألة الفقر بس فقط من منظار المسألة المادية، ينظر لمسألة التعليم، مسألة الحريات، مسألة العدالة الاجتماعية، المساواة، كل هالأمور تدخل ضمن مفهوم الفقر. ولذلك لا يمكن أن احنا ممكن نتحدث عن تغيير واقعي في إنجاز أهداف التنمية المستدامة إذا لا تعتمد السياسات التعليمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والبيئية أيضا. وهذا البيئية شغلة مهمة، السياسة والبيئة هي أساس. إذا لا يمكن أخذ في الاعتبار هذه المعادلة،
لا يمكن أن نحن نحقق أي إنجاز على المستوى تغيير واقع الفقر في العالم. تجربة الاتحاد السوفيتي السبعين سنة اللي كان الحكم هناك في عندهم ما قدرت نوعا ما تقضي على الفقر، بس هذا السؤال يعني. بالنسبة للسؤال الأخير عن تجربة الاتحاد السوفيتي، أنا أعتقد هي يعني تجربة بالأمكان إحنا ندرسها، يعني في الحقيقة المعلومات الدقيقة عن شنو كان يصير بالضبط هناك يعني معلومات جدا شحيحة، خاصة الآن يعني فترة الاتحاد السوفيتي حتى كانت معلومات شحيحة، والآن ممكن هي أقل عقب فترة طويلة من انهيار الدول المنظومة الاشتراكية. فأنا أعتقد بالإمكان واحد يقعد ويعني يسترجع هذا التاريخ، بل حتى الصين اليوم، يعني الصين اللي هي يعني العنوان عنوان اشتراكي لكن الاقتصاد هو رأسمالية الدولة ويدير حزب بيد من حديد، يعني ممكن تكون تجربة مهمة، افترض واحد يوقف قدامها ويقيمها، لأن الصين اليوم ثاني اقتصاد في العالم، يعني شنو السر في دولة ما فيها رأسمالية مفتوحة وأنها ثاني اقتصاد في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بل أنها من القوة بحيث أن إذا تأثرت العالم كله يتأثر، يعني الحين إحنا في البحرين في ألبة قاعدين نتأثر في ألبة وإحنا بعيدين عن آلاف آلاف الكيلومترات عن الصين، ما إحنا قادرين بألمنيوم لأن الصين خلاص عندها اكتفاء أو ما تبغي، بدل ما كانت تستهلك الصين قاعدة الآن تبيع الحديد والصلب أيضاً. أنا أشتغل في شركة الحديد والصلب نفس المشكلة أيضاً. ففعلاً هي تجربة لازم واحد يوقف عندها، يعني يمكن يعني الفترة اللي راحت إحنا كنا مقتنعين بأن نظام رأسمالي القائم على الديمقراطية والاقتصاد والملكية الخاصة والديمقراطية الحرة يمكن يكون بحاجة لإعادة المراجعة، يعني لأن الصين الآن قاعدة تقوم على نظام خلق تراكم مالي، التركيز دائما على هذا، ما خلق تراكم مالي بحيث انه يسمح على المدى الطويل، واحنا نتكلم عن دوله يعني عدد سكانها اكثر من مليار نسمه، يسمح على المدى الطويل ان خلق رفاه، ولا طبعا المدى راح يكون طويل جدا الله يعلم لمتى، بس بالفعل هي تجربه ممكن واحد يقدر يوقف يسال نفسه عنها اكثر ما نتكلم عن تجربه الاتحاد السوفيتي، يعني لانها تجربه حاضره قدام عيوننا ونشوفها يعني. وأنا أعتقد أن المعلومات عن هذه التجربة قليلة جدا، والصين يمكن وراء هذا وراء أيضا إخفاء هذا النموذج وعدم يعني. بالنسبة لمسؤولية المجتمع المدني والمعلومات اللي ذكرها الأستاذ مكي، بالفعل أنا أتفق أن إحنا يعني كمجتمع مدني وكنقابات لازم نسوي شغل. طبعا إحنا مو أصحاب قرار، إحنا ما نقدر نسوي، لكن خلنا نقول أن إحنا مجموعة ضغط لوبينج، يعني احنا في النهايه كنقابات كنشطاء كجمعيات سياسيه على راس هذه المكونات، احنا مجموعه ضغط، لازم نخلق مجموعه ضغط نشتغل بشكل مهني، مو بالضروره احنا نروح واجد اكستريم يعني في الموضوع السياسي وموضوع، لكن نقدر نشتغل في الموضوع الاقتصادي، نقدر نشكل مجموعه عمل تدرس الرؤيه الاقتصاديه ل 2030 شنو صار فيها بعد 10 سنوات، شنو إيجابياتها شنو سلبياتها، وتقدم تقريرها إلى الدولة وإلى العالم أيضا يعني. فأنا أتفق معك يعني إلى حد كبير يعني. بالنسبة للسيد جعفر، هناك أنظمة تتعمد الأفقار وأن الفقر ليس ناتج بالضرورة عن وضع اقتصادي، يعني ممكن يكون ده صحيح، لكن هو مو هو يعني لما نجي نقيم الوضع الاقتصادي مو هو المنحنى الرئيسي، يعني المنحنى الرئيسي ان انت امام وضع اقتصادي تخلقه ميكانيزمات الاقتصاد نفسها،
من توزيع الثروة وتوزيع وتقسيم العمل. في طبعا في داخل هذا الشيء في واحد ما يشغلونه لأن بسبب طائفته، في واحد ما يشغلونه لأن ما عنده قبيلة تدعمه، يعني في طبعا واجد، بس مو هذا هو، مو هذا هو يعني اللي احنا لما نجي نقرا الوضع، مو هذا هو المفصل الرئيسي اللي يحدد ليش عندنا فقر وليش عندنا، يعني مو هذا طبعا، هذا احد العناصر ولكن ما اعتقد انه هو العنصر المؤثر يعني الرئيسي. طبعا هو عنصر مؤثر ولكن ليس هو العنصر الرئيسي. بالنسبه اللي طرحه سعد الجزاف، طبعا طبعا تجربه عمر بن عبد العزيز تجربه مهمه، هو يعتبرون الناس انه الخليفه الراشد الخامس، لكن هو ايضا لا ننسى انه قتل ايضا، لأن سن الأمويين قتلوه يعني. طبعاً هاي شيء مهم جداً يعني، لأنه وصل مثل ما يقولون وصل العدل عنده أن يقول إذا جابوا إليه الحبوب وفائض عن استخدام قالوا رموها على الجبال عشان تأكلها الطيور الجائعة والنسور. لكن لا ننسى أنه أيضاً قتل، وهذا مؤشر يعني أن هل بالإمكان الفرد أن في النهاية أمام منظومة فاسدة ويعني محيطة بالهذا. طبعا التجارب كثيرة غير عمر بن عبد العزيز، ممكن تروح إلى عبد الناصر اللي مراكز القوة أفشلت تجربته، ممكن تروح إلى يعني أمثلة لا تعد ولا تحصى، ممكن تروح إلى لومومبا اللي استمر فترة بسيطة وبعدين جو الاستعمار وقتله وغير ذلك يعني. بالنسبة للأستاذ محمد مساعد، أنا أقول حتى لو كانت الأمم المتحدة ومؤسساتها مع وجود صندوق النقد الدولي، وأكيد يعني هي في النهاية صراعات، إحنا يعني مو في عالم مثالي، في صراعات وفي ناس يقاتلون، وفي النهاية الأمم المتحدة مؤسساتها، الأستاذ ما يتكلم عن الأوكسفام، وأنا تكلمت لك عن 20 أو 30 مؤسسة وضعوا هذا التقرير، في النهاية إحنا نتكلم أيضا عن أفراد وليس فقط عن مؤسسات، أفراد نبلاء ومخلصين ويشتغلون ويشتغلون ليل ونهار. يمكن أنت أستاذ محمد رحت وشفت ناس موجودين من هالنوعيات، يعني يجتهدون من أجل أن يسوون شيء للفقراء وعندهم إخلاص وعندهم صدق نية، لكن بالتأكيد في صراعات. لكن السؤال اليوم على المستوى العالم العربي، إحنا شنو سوينا؟ ما في سوينا شيء. الأمم المتحدة على كل ما فيها من شراكة الـ IMF والبنك الدولي وغيرها، لكن أفضل منا بكثير. إحنا في عام 2010 ممكن السيد فلاح كان معنا أستاذ مكي، انعقد مؤتمر العمل الدولي في البحرين، كان مجيد العلوي وزير العمل، وكان رئيس المدير عام منظمة العمل العربية لقمان أحمد لقمان، وحطوا شيء يسمونه العقد العربي للتشغيل. يعني 2010 يفترض أن في 2020 هذا العقد العربي للتشغيل يوصل يكمل 10 سنوات، يعني في 2010 حطوا العقد العربي للتشغيل. اللي صار انه في 2011 اندلع الربيع العربي بسبب عامل عند عربان قاعد يبيع خضره ما خلى يبيع الخضره، يعني وقس على ذلك يعني. طبعا هذه الملاحظات يعني اتمنى جاوبت على كذا ملاحظه، في شيء ما جاوبت عليه. أهم شيء في الاتحاد السوفيتي الصحة متوفرة، التعليم متوفر، العمل متوفر، السكن متوفر، يعني هذه أهم نقاط أساسية كانت موجودة، حاليا أصبحت غير موجودة. اي بس انت دكتور ايضا طرحت وقلت ان احنا ما نتكلم فقط عن توفير الحياه، انما نتكلم ايضا عن الحريات الديمقراطيه، يعني هي يعني هي توازن صحيح الاقتصاد الاثنين مع بعض يعني بين النظره التفاؤليه اللي قدمها لنا الاخ العزيز في خاصه من تقارير دوليه حول القضاء على أو الحد من الفقر أو تقليل عدد الفقراء في العالم، تبقى الأسئلة تتراكم وتتكرر، والنتيجة أن القضاء على الفقر يتطلب القضاء على أسبابه،
مع وجود هذه السياسات اللي أشرتون إليها معطمكم في بعض الأسئلة أو في بعض المداخلات، السياسات الاقتصادية الغير عادلة على الأقل نقدر نقول عنها، مع انتشار الحروب، وانتشار الحروب لم تأتي عبثا وإنما لمصالح قوى معينة، مع سياسات تشغيلية ظالمة بعد أيضا، مع تمييز فاقع في معظم بقاع الأرض، هل يعني نتمنى أن يبقى للأمل أن يبقى، يعني أملنا بأن يكون هناك في تقدم أكثر في الحد من الفقر؟ نختم هذه الجلسة على أن نلتقي معكم في لقاء آخر. شكرا لكم.